السلام عليكم حنيناتي والصلاه والسلام على رسول الله. كنرحب بكم من جديد وكنتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقه رائعه جدا لتحفيز الكولاجين الموجود بالبشره خصوصا بالوجه، واكيد هاي الصوره عندكم هنا غادي تشوفوها وغادي تعرفوا باللي الحلزون صراحه فيه ماده الكولاجين، وصراحه البشره ديال الانسان كتمتص هاد الكولاجين انطلاقا من هاد اللعاب ديالو كما كتشوفوا معايا. فهاد الحلزونات هادو طبعا طروه خديتهم من الحديقة ديال الدار، فبإمكانكم تستعملوهم بنفس الطريقة اللي شفتوا معايا على الصورة، فغادي تلاحظوا فعلا غادي نرجع هذا بلاصتو، فغادي تلاحظوا فعلا ان الوجه ديالكم ولا مجبد، وكذلك توضعوهم مثلا على دوك الخطوط اللي كيكونوا مثلا في الجبهة، توضعوهم على الخطوط اللي كيكونوا حول الفم، فالنتيجة مبهرة جدا من اول استعمال. غادي تقولوا لي واش حنا غادي نحبسوا هاد الحلزونات عندنا، يعني غادي نقتلوهم؟ ابدا، فبمجرد ما غادي تستعملوهم رجعوهم للحديقة وقت ما بغيتوهم، فجيبوهم مرة اخرى، لان في هذا الوقت هذا خصوصا في اوروبا يعني الناس اللي عندهم الجو اللي فيه يعني الامطار وهكذا، فهاد الحلزونات هادو راه موجودين بكثره في ممشيتو، فكتلقاو هاد الحلزونات كما كتشوفوا معايا، فراه زوينين يا البنات. غتقولي لي بعض البنات كيجيو غير كيرميو كلمه وكيمشي ولا هكذا، داك النوع طبعا انا ما كنعطيكمش الوصفه الان اللي غنقول لك تخربقي، لا سيروا قراو على الموضوع ودرسوا على يعني المعلومه مزيان عاد اجيو قولوا لي ديك الهضره، لان فعلا كنعطي وصفات من قلبي ووصفات اللي انا كنجربها، كيقولوا لي لا امتى جربتي الوصفه امتى كذا، واش انا غادي نجي ونبقى نبرقم ونعطي الوصفه؟ راه ما يمكنش ليا ابدا، لان المشكله انه الا عطيت الوصفه والوصفه مثلا انا ما جربتهاش ما متاكداش منها ونجي نعطيها تسبب شي حاجه لشي بنت. فالانسان الا بغى انه يعمل هاد الوصفه ضروري انه يجرب، جربي على يديك، جربي على الوجه ديالك، ديال اليدين جربيهم على اليدين، ديال الوجه اكيد كان جربهم، يعني ما يمكنش انني غير نجي ونبقى نخربق. فهاد الوصفه يعني هذه طبعا ماشي وصفه، ولكن هاد الطريقه رائعه جدا. من بعد ما غادي تسالي وشوفوا ما شاء الله هاد الحلزون يعني راه كبير، راه غير كتشوفوا بحال هكذا صغير، راه كبير بزاف، وغير هادو راه كيكفيو للوجه. فالطريقه ديال الاستعمال جد بسيطه، يعني راه ماشي شي حاجه شي كيمياء ولا، فغادي تنظفي الوجه ديالك باي صابون، ثم غادي تاخدي الحلزون وغادي توضعيه مثلا على الاماكن اللي عندك فيها التجاعيد كما غادي نشوفوا الان. مثلا عندك التجاعيد هنا، طبعا ردي البال مع هادو اللي يدخلوا لك العينين ولا، طبعا ضروري انك تكوني متيقظه. بلاتي نحاول نفرقهم هكذا يا البنات، بما انا كنوريكم الطريقه اللي غادي تستعملوا بها هاد الحلزونات هادو، كذلك راه كيليقوا للتجاعيد اللي كيكونوا هنا عند الفم. جربوهم يا البنات وردوا عليا الاخبار، لان فعلا النتيجه راها مرضيه وكذلك مبهره، متاكده ان النتيجه راها غادي تعجبكم بزاف. كنتمنى يا رب هذا الفيديو ينال اعجابكم، طبعا هو فيديو حصري لقناتي فقط، كنتمنى فعلا انه ينال اعجابكم. راه يا البنات هاد الطريقه هذه راه كيعملوها في المراكز يعني باثمنه باهظه جدا، فهما عاملين بحال واحد المحميات لهاد الحلزونات هادو، كيربيوهم ما كيرجعوهمش، يعني انا مثلا غادي نعمل بهم الوصفه وغادي نرجعوهم عاوتاني للحديقه وقت ما بغيتهم، فبامكاني انني يعني نجيبهم بكل بساطة، يعني كيكونوا موجودين عند الربيع خصوصا إذا كانوا الأمطار راه كيخرجوا، ومن بعد ما غادي تحيدوهم طبعا من على الوجه ديالكم، غادي تغسلوا الوجه ديالكم بصابونة القمر إذا كانت متوفرة عندكم. فهاد الوصفة راها رائعة، يعني هاد الطريقة راها رائعة جدا، وكنصحكم دائما أنكم ترطبوا الوجه ديالكم يا إما بزيت جوز الهند، طبعا هو واحد شوفوا يا البنات فين كيدور، هو ومو عرفتو فاميلتو عرفتها، هو ها هو كيبان ليكم هنا شفتو يا البنات ها هو فين كيدور عليها، قلت لكم
ضروري هو المهم جاي لعندنا وغيجي لعندنا. عليها قلت لكم يا البنات انكم تستغلوا الى عندكم مثلا الامطار فتستغلوا هاد الحاله زونات هادو كيكونوا كذلك في الوقت ديال فصل الربيع. طبعا هادو لاصقين وفيهم هاد اللعاب هذا راه رائع 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 جدا. وكذلك البنات اللي عندهم اليدين ديالهم فيهم بزاف ديال التجاعيد، ها هو جاي وجايب معاه ولده، شفتوا معايا يا البنات هو ولا جايبه معاها ولدها. ف بامكانكم انكم تستعملوا كذلك هذه الطريقه لليدين، الناس اللي عندهم اليدين ديالهم فيهم التجاعيد، فكنصحكم وبشده وبشده انكم تستعملوا هذه الطريقه لليدين، فهي جد جد رائعه. وراه ديك الصوره اللي وريتكم راها خير برهان فعلا فعلا، يعني سبحان الله سبحان الله لله في خلقه شؤون، سبحان رب العالمين. طبعا كتكون عندنا الحاجه هكذا حنا كنحقروها كنقولوا لا ما غاديش نستعملوها ويا ما يا، ولكن النتيجه جد جد مبهره. كنتمنى فعلا انكم تجربوها. الا عندكم اي غزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح ما تردكم الى اناميلكم اكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. ما تنساونيش بجد عوا ديال الخير وترحموا لي على الوالده وتشجعوني باللايكات. استودع كن الله الذي لا تضيع ودائعه. شوفوا معايا البنات باش تاكدوا من بعد كنرجعهم لهنا، طبعا كلهم حطيتهم هنا، لقيت غير هذا اللي لقيت فكيبقاو في الطبيعه ديالهم كما كتشوفوا في الخضوريه ديالهم. وهذوك اللي كنت حطيت كما كتشوفوا شوفوا داك السائل ديالهم اللزج، فلقيت غير هذا. ومن بعد الا احتاجيتهم عاوتاني تاخذوهم. شوفوا معايا البنات باش تاكدوا من بعد كنرجعهم لهنا، طبعا كلهم حطيتهم هنا، لقيت غير هذا اللي لقيت فكيبقاو في الطبيعه ديالهم كما كتشوفوا في الخضوريه ديالهم. وهذوك اللي كنت حطيت كما كتشوفوا شوفوا داك السائل ديالهم اللزج، فلقيت غير هذا. ومن بعد الا احتاجيتهم عاوتاني تاخذوهم. شوفوا معايا البنات باش تاكدوا من بعد كنرجعهم لهنا، طبعا كلهم حطيتهم هنا، لقيت غير هذا اللي لقيت فكيبقاو في الطبيعه ديالهم كما كتشوفوا في الخضوريه ديالهم. وهذوك اللي كنت حطيت كما كتشوفوا شوفوا داك السائل ديالهم اللزج، فلقيت غير هذا. ومن بعد الا احتاجيتهم عاوتاني تاخذوهم. شوفوا معايا البنات باش تاكدوا من بعد كنرجعهم لهنا، طبعا كلهم حطيتهم هنا، لقيت غير هذا اللي لقيت فكيبقاو في الطبيعه ديالهم كما كتشوفوا في الخضوريه ديالهم. وهذوك اللي كنت حطيت كما كتشوفوا شوفوا داك السائل ديالهم اللزج، فلقيت غير هذا. ومن بعد الا احتاجيتهم عاوتاني تاخذوهم. شوفوا معايا البنات باش تاكدوا من بعد كنرجعهم لهنا، طبعا كلهم حطيتهم هنا، لقيت غير هذا اللي لقيت فكيبقاو في الطبيعه ديالهم كما كتشوفوا في الخضوريه ديالهم. وهذوك اللي كنت حطيت كما كتشوفوا شوفوا داك السائل ديالهم اللزج، فلقيت غير هذا. ومن بعد الا احتاجيتهم عاوتاني تاخذوهم.